توليد الكهرباء بتدوير يدوي باستخدام إصبع واحدة. المتابعين الكرام، أهلا بكم في الجزء الثالث من سلسلة فيديوهات شرح خطوات صناعة مولد كهرباء مغناطيسي منخفض السرعة وعالي الكفاءة وبقدرة 500 وات، حيث سأستخدمه لصناعة توربين رياح أفقي. ولمشاهدة الأجزاء السابقة ستجدون رابط السلسلة في وصف الفيديو وفي التعليق المثبت. كما تلاحظون الآن، هذا الستاتر بدأت من هنا، فعن عكس عقارب الساعة 50 لفة، بدل من عقارب الساعة 50 لفة، بدل من عكس عقارب الساعة 50 لفة، بعدين نمشي 6 فراغات. فاز هنا، فاز، فهم؟ هذا فاز واحد الآن، وبعدين يمر إلى بعد 6 فراغات 6 أقطاب، وبعدين يبدأ يفعل نفس الكلام عكس عقارب الساعة، بعدين مع عقارب الساعة، بعدين عكس عقارب الساعة 50 لفة. هذا في الآن فاز واحد. كما تلاحظون استخدمت 3 أسلاك، 3 خطوط أبو 400 ميكرو. إيش السبب؟ بحكي لكم الآن، بشرح لكم بالتفصيل. طبعاً عندنا معك مثلاً سلك أبو 1200 مثلاً كذا، تمام، وتجيب سلك آخر مثلاً بنفس القطر بجانبه، وهنا سلك مثلاً نفس المقاس، وهنا سلك كمساحة، هذه مساحة الفراغ، تمام، مساحة تعتبر كبيرة، بتكبر لك حجم الملف بحيث إنه اللف قليل. لهذا أنا استخدم بدل ما أفعل هذا كامل، أفعل مثلاً 4 خطوط صغيرة. أصبح الفراغ صغير. هنا بيمتلئ برضه بعدها هكذا على طول جنب واحد. هنا واحد. هنا واحد. الفراغات صغيرة. يعني فيها 8 خطوط بدل ما هو خطين. 8 خطوط. قدام دفعت هنا. تلاحظ انه هذا الرقم صوت تعبان، تلاحظ ان الان الفراغات هذا اللي الفراغ الكبير هذا الذي اخذ حجم حيز داخل الملف استغنينا عنه بحيث اننا عبيته اسلاك. بنفس الوقت انا فعلت مثلا 4 اسلاك ابو 3 اسلاك ابو 400، يعني معي 1200. ممكن استخدم كيبل واحد ابو 1200، بس قلت لك بهذا 4 الاسلاك اللي هي 4 خطوط في، يعني 3 خطوط في 400، لان هذا خط واحد. استطعت ان افعل 50 لفة، لكن لو فعلت سلك واحد ابو 1200 ممكن توصل ل 30 لفة بالكثير، ما تقدرش تزيد لانه في معك نسبة فراغات كبيرة. فأنا استخدمت 3 خطوط بربطهم مع بعض بحيث إنه يرجعوا خط واحد أبو 1200. وفعلا لما تيجي تقيس المقاومة بين 3 خطوط أبو 400 وخط واحد أبو 1200 يطلع نفس المقاومة، ما فيش اختلاف. فالأفضل إنك تزيد عدد الملفات، تصغرهم، تزيدهم أسلاك. أفضل ما تستخدم سلك واحد سميك. هذه الفائدة من استخدام 3 خطوط. قد ممكن كنت تستخدم مثلا ابو 4 خطوط ابو 300 تزداد معي اللفات، بس انا اكتفيت بهذا السلك لانه مناسب لي التصميم. الان بقوم بلف الفازات الاخرى، الفاز الثاني والفاز الثالث نفس الطريقة. متابعينا الكرام، ما تلاحظون تم عمل لف الفازات بالكامل 3 فازات، وربط البداية بنقطة ستار وعزل الملفات.
تم فعل عمل عمود، طبعا عمود مناسب للستاتور. هذا الحين الستاتور البيرنج، طبعا البيرنج هذا داخلية مقاس 20 سنتيمتر. بيرنج في 3000 4000 6000 طبعا بيرنج بالأمام بيرنج بالخلف، ثم اخرج الاسلاك من تحت البيرنج. طبعا هذا بيكون ثابت مع ستابلر نتحرك. قمنا بعمل هوب من الحديد، طبعا كنت اشوفها الالمنيوم لكن ما حصلت الالمنيوم لها خفة الوزن ثقيل شوية. طبعا فتحة خارجية يعني القطر الخارجي 12 سنت والداخلي 9.9. لاحظ فتحة البيرنج، تثبيت البيرنج، المناصب بتركب بالجوانب. طبعا كيس مناسب على البيرنجات مع الستاتور. وهذا الغطاء يتم التغطية هنا، تثبيت البيرنج نفس البيرنج. وسأقوم بشرح بقية التفاصيل في الفيديو التالي، وستجدون رابط الفيديو في الوصف والتعليق المثبت. وتكرموا بعمل مشاركة وإعجاب للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.